باشرة كوادرنا وكوادر مديرية إحصاء ميسان بالنزول إلى العمل الميداني وملء استمارة العدوى، ذلك بالاستعانة بموظفي التربية وكوادر وباقي تشكيلات كوادر الدولة وأيضا الخريجين للفترة من 16 من اليوم إن شاء الله، من يوم 16 ولغاية 19، هاي ملء سجل الأسرة اللي هي ناخذ أسماء أفراد كل الأسرة، أعدادهم بالبداية نوب أسمائهم، ومن ثم أجناسهم وشنو صلتهم برب الأسرة، وبعد ذلك ناخذ عمر الفرد باليوم والشهر والسنة. هذا سجل الأسرة من يوم 16 لحد يوم 19. بعدها راح نبدي مرحلة المطابقة اللي هي فترة التحديث، إذا صارت زيادة في عدد أفراد الأسرة أو نقصان كحالة الولادة تصير زيادة. عملنا يضمن ضمن مشروع تعداد السكاني ضمن وزارة التخطيط، أنه أول ما يكون هاي المرحلة هي راح تكون عن سجل الأسرة، نسأل رب الأسرة اسم رب الأسرة، عدد أفراد الأسرة، وناخذ مستمسكاتهم الرسمية، معلومات الأولية، التاريخ، الميلاد، يوم، شهر، سنة، والتفاصيل الأخرى هي بعد راح تكون بعد يوم 21 اللي هي باقي تفاصيل الأسرة وباقي الأشياء اللي نسأل عليها، الأشياء المعمرة ضمن المنزل. أما حاليا هي فقط سجل الأسرة خلال هذا الأسبوع، نحاول نكملها قدر الإمكان وناخذ أكثر عدد من العوائل المتواجدة ضمن مشروعنا اللي هو مشروع التعداد السكاني. على المواطنين انه هاي الخطوه هي ايجابيه ممتازه من للمواطنين، على المواطنين ان يكون متساهلين ومتعاونين مع الموظفين، واعتقد انه هذه الخطوه ايجابيه من جميع النواحي، لذا يعني ننصح المواطنين ان يكونوا متعاونين ومتساهلين مع الموظفين الاخوه الاعزاء. اولا نشكر الكادر والاعلام على هاي الخطوه الجيده، خطوه التعداد السكان، وهي هاي خطوه جيده لمعرفة تعداد البلد، لأن التعداد فيه خصوصيات هواي للمواطن، مثلا إذا كثر العدد الخدمات، رواتب، الأرامل، غيرها، كل من يأخذ حقه بالنسبة للتعداد، فخطوة جيدة. وبالنسبة إحنا كمواطنين شكوا عندنا مستمسكات ومعلومات نعطيها للكوادر، ومشكورة الكوادر، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.